الرحيم، معاكم مس خديجة، مادة الدراسات الاجتماعية، الصف الخامس الابتدائي. النهاردة هنتكلم على الدرس الثاني في الوحدة الثانية، وهو أهم إنجازات بعض الخلفاء الراشدين. طبعا الدرس اللي فات اتكلمنا عن سيرة النبي، وعرفنا ان هو عمل أول دولة عربية إسلامية في الجزيرة العربية، وتوفى سنة 11 هجري. بعديها اختار المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنهم خليفة عنهم، وبعديه جه عمر بن الخطاب، وبعديه عثمان بن عفان، ولما توفى او لما استشهد عثمان جه بعديه علي بن ابي طالب. تعالوا نبتدي نعرف بقى اول واحد عندنا، وهو ابو بكر الصديق في السلايد اللي بعديه. اولا الخليفه ابو بكر الصديق اختاروه المسلمين يبقى خليفه عنهم. يعني ايه كلمه خليفه؟ يعني هو مسؤول عن الدوله الاسلاميه، مسؤول عن الدوله الاسلاميه كامله. طيب ليه اختاروه المسلمين؟ اول حاجه ان هو اول من اسلم من الرجال، وكان بيرافق الرسول في الهجره، ولما اشتد المرض على الرسول اناب عنه في الصلاه. يعني ايه اناب عنه في الصلاه؟ يعني كان بيصلي نيابه عن الرسول. طيب ايه اهم انجازات ابو بكر الصديق؟ اول حاجه عندنا ارسل جيش اسامه الى بلاد الشام. طبعا قبل ما يتوفى الرسول كان مجهز حمله دي يعني مجموعه من الجيش بقيادة أسامة بن زيد، عشان يوديهم بلاد الشام ليأمن حدود الدولة الإسلامية من جهة الروم. طبعا لما توفى الرسول راح جه أبو بكر الصديق قال برضو أنا هكمل وهرسل جيش أسامة إلى بلاد الشام. بتيجي في النقطة دي سؤال، ما النتائج المترتبة على إرسال جيش أسامة إلى بلاد الشام؟ هقوله أدى إلى تأمين حدود الدولة الإسلامية من جهة الروم. طيب السلايد اللي بعد كده، تاني حاجة عملها أبو بكر الصديق القضاء على المرتدين. من اسمها مرتدين، يعني ارتدوا عن الدين الإسلامي. ليه ارتدوا عن الدين الإسلامي؟ لبعضهم، أول حاجة لبعضهم عن المدينة، وتاني حاجة إن هم كانوا حديث العهد أو إن هم لسه جداد في الديانة الإسلامية، فلسه مش عندهم الروح بتاعة القوة الإيمانية إن هم يبقوا متمسكين بالدين الإسلامي. بس هم قايلين احنا مسلمين بس ما بيصلوش ولا بيصوموا ولا بيعملوا دفع الزكاة، فطبعا ده اسمه ارتد عن الدين الاسلامي. هيسيبهم ابو بكر الصديق؟ لا طبعا، هيبتدي ان هو يقضي عليهم عشان ما يزيدوش في الدولة الاسلامية. زي ما مكتوب قدامنا كده مفاهيم اتعلمها، ما المقصود؟ بتيجي فيها سؤال، ما المقصود بالمتنبئون والافراد الذين ادعوا النبوة؟ ان هم قالوا هم انبياء وهم اصلا ملهمش دعوة بالنبوة. تاني حاجة الزكاة فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى، وهي أحد أركان الإسلام الخمس. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على إنجازات أبو بكر الصديق. أول حاجة إن هو أرسل جيش أسامة إلى بلاد الشام. تاني حاجة القضاء على المرتدين. تالت حاجة عملها جمع القرآن الكريم. لما اشتدت أو زادت الحروب بتاعة الردة استشهد عدد كبير جدا من حفظة القرآن الكريم، فقال عمر بن الخطاب راح قايل لابو بكر الصديق ان احنا هنبتدي نجمع القران الكريم في مصحف واحد. ودي بيجي فيها سؤال، بما تفسر قام ابو بكر الصديق بجمع القران الكريم؟ هقوله بسبب استشهاد عدد كبير من حفظه القران الكريم، لان القران الكريم في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان مكتوب على قطع من الجلد وجريد النخل. السلايد اللي بعد كده بتوضح لي فتح العراق والشام. أبو بكر الصديق ابتدى أن هو يزود الدولة الإسلامية، مش مقتصرة بس على شبه الجزيرة العربية، لأ قال احنا هنفتح كمان العراق والشام. وكانت دول العراق دي كانت خاضعة لدولة الفرس، وبلاد الشام كانت خاضعة لدولة الروم، وسيطر عليها. وتوفى أبو بكر الصديق سنة 13 هجريا. وكده هنكون انتهينا من الجزء الأول في الدرس، وإن شاء الله نتقابل في الجزء الثاني. شكراً.